بدأت سلطنة عمان منذ بداية عهد السلطان قابوس بالتصدير التجاري للنفط، والذي اكتشف بكميات تجارية في عام 1968. شهدت البلاد انتعاشا اقتصاديا مع بداية حكمه. قسم برنامجه السياسي إلى مشاريع تنمية وطنية لكل 5 أعوام أسماها بالخطط الخمسية. في عام 1975 قضى على الثورة الاشتراكية في محافظة ظفار، والتي استمرت 10 أعوام. السلطان قابوس هو ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي. أنشأ المجلس الاستشاري للدولة، وبعد عدة أعوام استبدله بمجلس الشورى، والذي يمثل أعضاءه جميع الأقاليم. هو مجلس استشاري تشرف عليه هيئة أعلى تنفيذية تعرف بمجلس عمان. الخارجية: تتلخص أهم إنجازات السلطان قابوس في أنه أسس حكومة على النظام الديمقراطي، فبدأ بتكوين سلطة تنفيذية مؤلفة من جهاز إداري يشمل مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، إضافة إلى الدوائر الإدارية والفنية والمجالس المتخصصة. ومن أولى الوزارات التي أسسها السلطان قابوس بعد توليه مقاليد الحكم مباشرة وزارة الخارجية، فقد أسسها بعد فترة قصيرة من توليه الحكم عام 1970، محققا بذلك روابط وصلات بالعالم الخارجي مبنية على أسس مدروسة. وبعد عام واحد من توليه عام 1970 انضمت عمان إلى جامعة الدول العربية. وقد أوضح السلطان قابوس الخطوط الرئيسية لسياسته الخارجية، وذكر أنها مبنية على حسن الجوار مع جيرانه وأشقائه، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وتدعيم علاقات عمان معهم جميعا، وإقامة علاقات ودية مع سائر دول العالم، والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية ومناصرتها في كل المجالات. وأوضح بأنه يؤمن بالحياد الإيجابي ويناصره، وقام بإرسال بعثات دبلوماسية تمثل عمان في أغلب أقطار العالم، كما فتح أبواب عمان أمام البعثات الأجنبية، وأنشئت فيها القنصليات والسفارات والهيئات الدولية والإقليمية. حققت سياسة السلطان قابوس الاستقرار والأمن، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء السلطنة ولتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. الداخلية: بعد أن أمن السلطان قابوس سياسته الخارجية وأقام علاقات ودية مع كل أقطار العالم، اتجه إلى الجبهة الداخلية وعمل على رفعتها، وقد شهدت عمان خلال عهده نهضة سريعة في سائر المجالات. ففي مجال التعليم أنشأ المدارس في كل أرجاء البلاد، وجعلها للجنسين البنين والبنات. وفي المجال الصحي أمر بإنشاء أعداد كبيرة من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في كل أرجاء عمان، وأمدها بكل احتياجاتها من أطباء ومعدات وأدوات وأدوية، وأمن بذلك صحة العمانيين في المدن والقرى والأرياف على حد سواء. أما في المجال الصناعي فقد وسع إنتاج البترول وطوره، فانتشرت مصانع تكرير النفط في البلاد، إضافة إلى مصانع الإسمنت ومصانع تعليب الأسماك والتمور وغير ذلك من المنتجات. وشجع السلطان قابوس المزارعين وعمل على تطوير طرق الزراعة ونقلها من الطرق التقليدية القديمة إلى الطرق الحديثة التي تعتمد على الآلات والمعدات الحديثة لا على المجهود الإنساني فقط. وقد قدم المساعدات السخية للمزارعين ليتمكنوا من استغلال الأرض واستثمارها ليتحقق لعمان الاستقلال الغذائي، فأصبحت البلاد تنتج كل ما تحتاجه من غذاء من قمح وخضروات وفواكه وغيرها، ويصدر ما يفيض عن حاجتها طازجا أو بعد تعليبه إلى البلدان المجاورة. وازدهرت التجارة في عهد السلطان قابوس في المجالين الداخلي والخارجي، وارتبط ازدهار التجارة بتطور المواصلات التي تنقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى سائر أرجاء عمان وإلى الخارج، كما تقوم وسائل المواصلات بنقل المنتجات الصناعية من وإلى الدول المجاورة وبقية الأقطار الأسيوية والأفريقية والغربية، خاصة إنجلترا وفرنسا وأمريكا.
ارتبطت عمان بشبكة من المواصلات البرية والبحرية، كما تم إنشاء موانئ بحرية وجوية للاتصالات الداخلية والخارجية، وتم افتتاح ميناءين كبيرين هما ميناء السلطان قابوس في مطرح وميناء ريسود في المنطقة الجنوبية. وفي عام 1981 انضمت عمان إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحقق السلطان قابوس بذلك تعاون بلاده مع بقية دول الخليج العربي في المجال الدفاعي المشترك. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.